ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. رفيقتنا السلامة إلى أحلى ابتسامة، وغايتنا السلامة كل يوم. نعم هذا هو العنوان، تعاليم المرور حياة، علينا الالتزام بها لأن العمر ما أغلى. فهل آباؤنا يدرون بقيمتها ويلتزمون؟ وهل هذا السؤال لنا؟ نعم هذا السؤال لكم. أجيب عن السؤال أنا. نعم وأنا. أنا وأنا. لنسمع أول الليلة. أبي في أكثر الأحيان يقود بسرعة قصوى، يعود ونحن في وجل أنا وأخيتي فدوى. تمادي الناس في سرعة هو الأخطر على الإطلاق، فكم جراءها ماتوا وكم فوق السرير معاق. معلمتي معلمتي. نعم يا ريم. أنا لما يقود أبي يقود إلى حجام أمان، واجلسنا بجانبه أنا وشقيقتي أفنان. فتلك مصيبة يا ريم، فإهمال الحزام خطير، وإن المقعد الخلفي هو الأفضل لكل صغير. ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. رفيقتنا السلامة إلى أحلى ابتسامة، وغايتنا السلامة كل يوم. وماذا عنك يا سلمى؟ أنا لي والد مشغول يقود ويمسك الجوار، يهاته ذا وتلك وذاك، فهل هذا من الإهمال؟ نعم من أسوأ الأفعال، يعيق سلامة التركيز، يقود لأكثر الأهوال. ولكن يا صغيراتي سيبقى سؤال. سيبقى سؤال. أهالي مجمل الأخطاء؟ طبعا طبعا لا. على الطرقات إرشادات نطبق كل ما فيها، وكل إشارة حمراء مهم أن نراعيها. وكي نتجنب الأخطاء دع السيارة يا نعسان، ولا تلمسها يا سهران. ويا سائق تفقدها تسير بأمان وباطمئنان. ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. ليبقى حلمنا أحلى وتحيا الأرض بالإنسان. سلاماتنا هي الأغلى بها أحلامنا بأمان. رفيقتنا السلامة بلا أحلى ابتسامة، وغايتنا السلامة كل يوم. ألف عافية أكيد على هذا الأوبريت الجميل والمشجع، أكيد لكل الآباء إن هم يكونوا على هونهم شوية بالسواقة، وأكيد مشاركة فرقة بسمات الفرح في هذا الأوبريت وأوبريت أسبوع المرور، وهذه المناسبة التي تقام أكيد من عام إلى عام آخر لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016. قررت أو أكيد قرارك تحت شعار قرارك يحدد مصيرك، شاركت فرقة بسمات الفرح بأميراتها الجميلات الصغار بعرض هذا الأوبريت وأوبريت السلامة المرورية في حفل افتتاح معرض أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان على شرف أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ومدير عام مرور الرياض. معنا أكيد في الاستوديو هذه الفرقة الجميلة أكيد اللي أتحفونا بهذا الأوبريت، ويعطيكم ألف عافية، أشهى الأداء الجميل والحلو. خلينا نبدأ بالمعلمة. هيا معلمة، ليش حبيتي أنه أنت تاخذي هذا الدور، وحبيتي أنه أنت تكوني اللي تعطي النصائح الجميلة؟
شيء يعني محمس يكون انت قائدة، ويعني أنا حبيت هذا الدور. حبيتي الدور؟ كيف شفتي لما جيتي تحفظي الكلمات وجيتي تحفظي الأوبريت والأداء أيضا من الأشياء الجميلة والمهمة علشان تأثري أكيد في الجمهور والناس اللي قاعدة تسمعك وتشوفك؟ الكلمات كانت سهلة، ويعني كنت من كثر ما أنا فرحانة في هذا كنت أحفظه حتى لو هي صعب، لكن الكلمات سهلة يعني ما كنت خايفة، ما كان في شيء صعب. وكنتي حابة تشاركي؟ خلينا نشوف البنوتة الثانية الجميلة، إيش اسمك؟ ليان العجمي. ليان، أوكي ليان، قولي لنا كيف كانت مشاركتك في هذا الأوبريت؟ كيف حسيتي أنه أنت حابة تعطي في هذا الأوبريت؟ حابة تنقلي هالرسالة أكيد المهمة، يعني لكل بابا بيسوق بسرعة، لكل أخ بيسوق بسرعة. أنا يعني دوري في الانشودة، دور ليلى، أنا طالبة أحكي عن معلمتي كيف كان أبوي يعني يقود بسرعة، وأنت تكوني خايفة. أيوه. كيف حسيتي؟ يعني حسيت ان اوصل زي رساله الى الاطفال والى ايضا الاباء اللي يسمعونا يشوفونا، لانه فعلا البنوتات او حتى الاطفال الصغار لما بيكونوا بالسياره وبابا بيسوق بسرعه اكيد بنخاف، صح؟ اكيد. جميل، خلينا نشوف مين اللي كان بابا ابوها مشغول بالجوال. انا. انت قولي لنا عن الرساله اللي قدمتيها في هاللوبري. يعني مثلا ابوي اذا كان مثلا يسوق السياره يمسك الجوال يرد على اتصال، يشوف الرسائل اللي جاية، الأشياء هذه. وأنا يعني إذا شفته يسوي زي كذا أخاف لا ينصدم، أو يعني ما يشوف اللي قدامه هو يسوق، يشوف الجوال يعني ملتهي بالجوال أكثر. فقدمتي الرسالة للمعلمة. جميل، كيف خلينا نتكلم عن طريقة التجهيز للأوبريت، كيف كانت التجهيزات، كيف كانت التحضيرات؟ أكيد نشكر أستاذة أمل المرشد وهي المشرفة على فرقة بسمات، وأيضا أكيد كانت المدربة معاكم أستاذة الجوهرة العبد الكريم، نشكرهم أكيد ونوجه لهم تحية من خلال برنامج حياتنا على الجهود المبذولة ما شاء الله في كل مناسبة، في كل احتفاء بشيء معين يعني، ومن الاحتفاءات الجميلة اللي هو أسبوع المرور الخليجي. كيف حبيتوا أنه أنتم تشاركوا في نشر هذا الوعي والرسالة؟ كيف شفتوا حفظ الأوبريت؟ كان صعب؟ كيف كانت الكلمات، الأداء؟ أستاذة أمل شدت عليكم، سمعتوا كلامها، كيف كانت؟ كان يعني حفظ الكلمات والحركات كان سهل، وكنا كل يعني ما جاء زي دور كذا نتحمس زيادة. حلو، كيف كم أخذتوا وقت تقريبا قولي لنا؟ حفظتي على طول ولا تعبتي أستاذة أمل؟ لا حفظت على طول. ها أكيد بسألها. بسألها. الله يعطيكم العافية أكيد. طيب قولوا لنا عن المشاركة، كيف كانت مشاركتكم لما شاركتوا في الافتتاح وفي أكيد اليوم العالمي أو يوم الأسبوع الخليجي؟ إحنا يوم مشاركنا كنتوا خايفين متوترين؟ كيف؟ كنا شوية متوترين، شوية توتر، لكن يعني لما طلعنا وفوق المسرح كذا أنا بنفسي حسيت بالفرح، ما حسيت بخوف، بس في البداية كنت خايف. ولما جيتوا تبدأوا الأداء وكذا كيف كان؟ لا نسيت القوة. والله جميل، ها قولي لنا. أنا بعد يوم كنت متحمسة وكنت أكلم البنات وكذا، يوم كنت الستيج وكذا حسيت بفرحة. حلو، خلينا نسألكم عاد عن شعوركم كبنات حلوين بيكونوا راكبين مع بابا أو مع أخونا الكبير وبتشوفوا فعلا أنه مثلا بابا بيسرع، بابا ماسك الجوال، أو أخوك الكبير ماسك الجوال، كيف بيكون انطباعكم؟ فعلا بتكونوا مركزين مثلا بالسواق، ولا بتكونوا أنه أنتوا صغار جالسين مو منتبهين أصلا، أو كمان معك الأيباد حقك أنت كمان مشغولة، ولا كيف بيكون الوضع؟ إذا كنا نشوف بابا نقول إذا كان ماسك الجوال أو إنه مربط حزام كذا نذكره، أو يعني أنا بعض الأحيان بابا ما يربط حزام بس أنا أذكره. تقولي له أربطه، كنت تقولي له قبل ما تشاركي بهالأوبريت ولا بعد ما شاركتي بدأت السادة أمل تعطيكي نصايح وعرفتي؟ هذا ده عادي. يعني صرت من أول أنت عارفة. ولما بديت تشاركي بالأوبريت وعرفتي إنه في أسبوع مرور خليجي بديت تعرفي أكثر، صح؟ جميل، وصار بابا يربط الحزام لما صرت تقولي له ولا لسه؟ ايه مرة ومرة؟ احيانا ينسى، احيانا انا كمان انسى، لكن احاول اتذكر الحزام. جميل، ايش كمان؟ ايوه قولي لنا. وان ابوي يعني ما ينسى، دائما يربط حزام الامان. وايش الاشياء اللي ممكن بابا يعملها ما بتكون ما بتحسيها انه هي ممكن
تسبب أشياء أو مثلا أغلاط في أثناء وهو قائد السيارة؟ يعني زي الأغلاط اللي يسويها مثلا ما بعض أحيان هو إذا شاف شرطي هو يكون ناسب يعني وإن ذكرى زين يقول له بس يعني مو مرة خمس مرات كثير مرة لا يمكن قد سواها مرتين بس وإن نذكر إذا شاف الشرطي نقول له يا بابا اللي ترى إذا شافك الشرطي ما لنا دخل اربط حزام الأمان نقول له عاد ما لنا شغل فيك لا نقول له اربط حزام الأمان جميل خليني بسألكم سؤال وتقولوا لي بصراحة إذا مثلا كنتي رايحة مشوار ومستعجلة وحاسة إنه أنت تأخرتي ممكن تقولي لبابا يا بابا يلا سوق بسرعة خلينا نوصل لا أمان أيوة لا تقولي له لا الحين من الحين لازم إيش ما عاد تقولي له خلاص أنا أبغى أروح المكان بسرعة إيش أسوي أطلع قبلها بوقت ليش أطلع على التكة مين تقول لبابا كمان أمشي بسرعة عشان أوصل أنا ما أقول أنا إذا مشي بسرعة أحس إنه بيوقف كذا بسرعة وأنا بطيح ولا مسوي لأنه ممكن يجي زحمة فجأة في الشارع أو في الطريق اللي إحنا ماشيين فيه أنا أقول لكن هو ما يسرع الحمد لله يعني العكس يلا الحمد لله أنت بس بابا عنده مشكلة بالحزام صح؟ إيه بالحزام ما بيحطه لا لازم تكوني وراه لين يكون ملتزم إنه هو لازم دائما يحط الحزام كل ما يكون رايح لأي مشوار خليني أخذ منكم أكيد كلمة أخيرة حابين إنه أنتوا تتكلموا فيها أو خليني أسألكم قبل ما نتكلم ألوان إشارة المرور كلنا عارفينها هل بتكونوا حريصين أو مركزين مثلاً أنه أنتوا عارفين اللون هذا إيش معناه بابا مثلاً بيكون لما اللون الأحمر بيكون موجود إيش بيسوي بيوقفها لا يعني اللون الأحمر خلاص وقبل اللون الأحمر كمان لازم قبل لما نشوف اللون إيش نوقف أصفر يعني استعد توقف نخفف السرعة بالإذا بالأصفر أيوة خلاص نبدأ نستعد الأصفر نستعد سواء نستعد للوقوف أو نستعد إن إحنا نمشي جميل معنا أكيد بعض الصور خليني أشوف تعليقكم عليها هذه أكيد كانت من الاحتفاء صح؟ هذه الصور اللي معنا قولوا لنا يلا كلمونا عن هالصور الجميلة هذه الصور يوم سلمنا على أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر كيف كان شعورك لما قابلتي وسلمتي عليه؟ أنا أول ما طلعت المسرح على طول كنت ماشية كذا عادي ما ابتسمت يوم شفتها على طول فرحتي؟ إيه يعني كذا على طول بدون ما أحس جميلة هذه وأنتوا قاعدين تأدوا الأوبريت نفسه؟ إيه جميلة حلوة الأعلام حلوة أكيد التأدية وهنا برضو؟ إيه أثناء الأداء أكيد يعني كان احتفاء حلو وكانت تجهيزة كم جلستوا مدة جهزتوا لها الأوبريت قبل المناسبة؟ يومين ما شاء الله عليكم شطورات وأتقنتوا بس كنتوا تقعدوا فترات طويلة ولا على طول؟ لا على طول يعني باليوم جلستوا كم ساعة مثلا؟ ما أربع ساعات شاطرين إيه أربع ساعات يعطيكم العافية أكيد هذه برضو بعض الصور أثناء أداء الأوبريت صح؟ إيه يعطيكم العافية أكيد ونشكر أكيد مشاركتكم في هذا الأوبريت ونشكر كمان إلقائكم الحلو ألقيتونا الأوبريت داخل الاستوديو يعطيكم ألف عافية بنوتات الجميلين من فرقة بسمات يعطيكم ألف عافية مشاهدينا أكيد لازلنا متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل القصير خلينا نطلع الفاصل ومكملين أكيد فقرة فنون خليكم معنا